بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة أطباء مصر. والآن بعد انتخابات امبارح وتم انتخابي أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أنا برحب بحضراتكم جميعا ونبدأ المؤتمر الصحفي بتاعنا بكلمة من الأستاذ دكتور هاشم أبو حسان نقيب الأردن الذي تم انتخابه بالأمس رئيسا للمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، فليتفضل مشكورا. لا شوف حسن ها او تعالى مكان. شكرا دكتور أسامة على هذا التقديم. الأخوات والإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا بداية هذا المؤتمر الصحفي أرحب باسم اتحاد الأطباء العرب بالإخوة والأخوات من الصحافة والإعلام المرئي والمكتوب والمسموع في جمهورية مصر العربية، وأقول لكم بارك الله في جهودكم، أنتم أهل الإعلام الذين تعملون لنقل الرسالة الإعلامية الواضحة المبنية على المهنية والصدق والالتزام، وهذا هو الإعلام الذي نعتز ونفخر به. في البداية، تم عقد هذا الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب في القاهرة يومي 29 و30 يناير كانون ثاني 2015، وجاء هذا الاجتماع تلبية لقرارات وتوصيات الاجتماع التشاوري الذي عقد في عمان يومين 5 و6 ديسمبر كانون أول 2014. لماذا جاء عقد هذا الاجتماع في عمان؟ جاء بعد دراسة مستفيضة لأوضاع اتحاد الأطباء العرب ووجود انقسام في الاتحاد منذ عدة سنوات، حيث كان هذا الانقسام باجتماعات متعددة، جهة في الاتحاد بتعقد اجتماعاتها في الخرطوم أو في اليمن أو في، وجهة من الاتحاد عقدت اجتماعاتها في بيروت وفي الجزائر، وتم انتخاب هنالك أمين عام انتخب في بيروت وأمين عام موجود، وكان هنالك ضبابية في مسيرة الاتحاد، وكان الإصرار من نقابات طبية، نقابات أطباء وهيئات وجمعيات في الدول العربية المختلفة، أن نعيد اللحمة إلى الاتحاد، وأن يكون هذا الاتحاد ممثلا حقيقيا لكافة النقابات والروابط والجمعيات والهيئات الطبية المنتخبة ديمقراطيا في دولها والمعترف بها من دولها. وهذا موضوع أساسي ببينه خلال الحديث. وإعادة الاتحاد إلى مسيرة علمية مهنية وطنية واضحة المعالم للاهتمام بمصالح الأطباء العرب ومصلحة المهنة الطب ومصلحة الأمة العربية، وأن لا يكون ممثلا لأي فئة سياسية أو حزب سياسي أو توجه سياسي، أن يكون هدفه الأساسي هو النقابة المهنة ومهنة الطب وكرامة الطبيب العربي وكرامة المهنة
في وطننا. هذا كان الموضوع الأساسي. ولتجاوز هذه الخلافات، لأنه مثلا كان يعقد اجتماعات يدعى لها نقابات أو جمعيات أو روابط من الدول العربية ليست ممثلة حقيقية لدولها، وما في لأنه بالنهاية في دول، الدول العربية كل دولة لها تمثيلها الواضح، وكل نقابة منتخبة ديمقراطيا واضحة المعالم. وفي الدول حتى اللي فيها تعدد للنقابات هنالك جهة ممثلة رسمية للدولة. يعني لا نستطيع أنه نأخذ أي جهة في أي دولة ونقول هذه الجهة هي ممثلة لدولة كذا في العالم العربي، هذا كلام لا يجوز. فلذلك في الدعوة تبعتنا اللي في اجتماع عمان وجهنا الدعوة لكافة النقابات في الدول العربية، وحضر الاجتماع 10 دول عربية، اتفقت وتوافقت 100% منها 9 دول عربية على توجيه دعوة لهذا الاجتماع الاستثنائي، وحددت مكانه في القاهرة وموعده 29 و30 يناير كما أسلفت. وتم تشكيل لجنة خماسية من مصر، الأردن، سلطنة عمان، الجزائر وفلسطين، مهمتها متابعة الإجراءات والاتصال بالأمانة العامة للاتحاد لترتيب عقد هذا المؤتمر. تم محاولة الاتصال مع الأمانة العامة وللأسف لم تتم الاستجابة لعقد المؤتمر العام كما جاء بالتوصية، بل على العكس تم اتخاذ قرار معاكس، ألا وهو عقد اجتماع أمانة عامة واجتماع استثنائي للمجلس الأعلى، غير المكان ولم تتم احترام رغبة 10 دول مجتمعة، حتى لو دولتين أو ثلاثة كان لازم أنه يتم احترام رغبتهم، فتم تغيير المكان إلى الخرطوم والزمان إلى 15 و16 يناير. فبناء عليه أوصى اللجنة الخماسية والتي كانت مكلفة من الاجتماع 10 دول بأن تقوم بالمتابعة، استمرت بإجراءاتها لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي في القاهرة يومي 29-30. تم عقد الاجتماع بالأمس، وتم فيه ونتيجة وجود عدم وضوح ووجود اعتراض من نقابة أطباء مصر على ترشيح الأمين العام الحالي السابق. الأمين العام السابق طبعا اللي تم انتخابه في الخرطوم 2013 الدكتور أسامة رسلان، حيث أن نقابة أطباء مصر اعتبرت واعتبر من الناحية القانونية انتخابه غير شرعي، لأنه لم يرشح من قبل نقابة أطباء مصر للاتحاد. وكذلك اجتماع الاتحاد 2013 و2014 يعني كان يشوب هذا الاجتماع الكثير من الضبابية بالحضور. وبعدين لما راح أعطي، بس أعطيكم مثال، بدي أعطي بعدين الدكتور أسامة يقرأ البيان الختامي، بس برضو راح نخلي نحكي مع مندوب ليبيا انه يوضح حتى بالاجتماع اللي حضره 2014 كيف انه الممثلين اللي هو عقد قبل اسبوعين، كيف انه الممثلين من هم اللي مثلوا دولهم ومدى شرعيتهم، حتى يكون في هنالك وضوح. احنا هدفنا الاساسي وحدة الاتحاد، مسيرة الاتحاد واضحة المعالم لمصلحة الأمة العربية ولمصلحة الطبيب العربي ولمصلحة النقابات العربية، البعد عن الفئوية والحزبية، وبنفس الوقت أن يكون الاتحاد بعيدا عن الإقصاء والتهميش. لا إقصاء ولا تهميش، الجميع يشارك،
الجميع يشارك بالاتحاد حتى نقوم بالعمل بالشكل السليم. وكذلك نبتعد عن أن يكون الاتحاد إطارا وغطاء لأي جهة مهما كانت. الاتحاد عمله مهني نقابي لصالح النقابات والجمعيات والهيئات الطبية العربية ولمصلحة الطبيب العربي ولمصلحة الشعب العربي والمواطن العربي بالنهاية. وهنالك بالاتحاد كان تعدد للأنظمة الداخلية، حتى الأنظمة الداخلية امبارح بالاجتماع يعني كان في حيرة فيها. وبناء عليه نحن نقول ما يحكم عمل الاتحاد سيكون صدق النوايا ولا وجود لمصالح ذاتية أو فئوية وعدم الإقصاء والتهميش لأي أحد والعمل من أجل المصلحة العامة، البعد عن الانقسام. وبناء على اجتماع الأمس تم انتخاب الهيئات الاتحاد وتم اعتبار كل اللوائح بالاتحاد اللي تم تعديلها ما بعد 2004 باطلة، وكل ما بني عليها من قرارات باطل، وكذلك انتخاب الأمين العام الذي تم في الخرطوم باطل بطلانا قانونيا. تم التثبت من قانونية الاجتماع ومن النصاب القانوني للحضور بطريقة قانونية بوجود ممثلين للاتحاد، الاتحاد المحامين العرب واتحاد المهندسين العرب ونقابة المحامين في مصر ونقابة ونقابة المهندسين في مصر ومندوب عن وزير الصحة في مصر. وبناء عليه تم التثبت من كل ممر. نحن سنعمل لصالح هذا الاتحاد وسنعيد تكوين الأطر السليمة لعمل الاتحاد بالطريقة القانونية والشرعية التي تبنى على مسار واضح المعالم. واجتمعنا كذلك في هذا اليوم اجتماع صباحي وتم البحث به كيفية تفعيل الاتحاد من مختلف الأطر، وسنعمل على استكمال اللجان حتى انه ان يفعل الاتحاد، وجميعنا سنقف مع الاتحاد وقلوبنا وصدورنا مفتوحة لكافة الاتجاهات ولكافة الاقتراحات. واقول لكم شكرا لكم على حسن استماعكم، والدولة المصرية بالقضاء على الإرهاب كما أننا ندين الإرهاب بكل صوره في كل دولنا العربية وضد اللي بمس كل شعوبنا العربية، وفي نفس الوقت نقف ضد أي اعتداء خارجي على أي دولة عربية، ونقف ضد أي عملية إرهابية موجهة ضد أي دولة عربية أو ضد أي شعب عربي. وبنفس الوقت نطالب لشعوبنا العربية أن تعيش وأن تعطى الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، وفي نفس الوقت مع معادلة الأمن والاستقرار. هذا موقف أساسي، ونتمنى لشعوبنا العربية التي تعاني في أمنها واستقرارها أن يعود لها الأمن والاستقرار، وأن تعود كافة الدول العربية إلى وضعها في الأمة العربية حتى تقوم بدورها، ونحن مع أمتنا العربية ومع وحدتنا العربية. شكرا لكم. والدكتور أسامة مشان قراءة التقرير. ده البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب بالقاهرة 29-30 يناير كانون الثاني 2015. بناء على الاجتماع التشاوري الذي تم انعقاده في عمان الأردن 5 و6 ديسمبر كانون أول 2014، يعني منذ شهرين تقريبا،
والتوصية بتشكيل لجنة خماسية من النقابات والهيئات الطبية الممثلة لأطباء مصر وجزائر الأردن فلسطين عمان للاتصال بأمانة الاتحاد الأطباء العرب للدعوة لانعقاد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى بالقاهرة في 29 و30 يناير، وذلك لتصحيح أوضاع غير قانونية شابت وضع الأمانة العامة في الفترة الأخيرة وبعد وطبعا شرحها ومشروحها بعد كده. وبعد تعزل تفاهم مع الأمانة العامة من قبل اللجنة الخماسية، لذلك قررت اللجنة الخماسية المضي قدما في الدعوة لاجتماع القاهرة في المكان والزمان المحددين سلفا من الدول العشرة التي اجتمعت في الأردن. جدير بالذكر هنا أنه من حق أي 4 دول أعضاء في الاتحاد التقدم بالدعوة أو طلب عقد اجتماع استثنائي للمجلس، فما بال حضراتكم أنه كانوا 10 دول في الأردن هم المتقدمين بهذا الطلب. وقد وجهت نقابة أطباء مصر الدعوة لحضور هذا الاجتماع إلى جميع النقابات والجمعيات الطبية المنتخبة والمعترف بعضوياتها في اتحاد الأطباء العرب. لبت الدعوة معظم الدول سواء بالحضور أو بإرسال اعتذار مبرر مع تفويض، وتدارس المجتمعون الرسائل المرسلة من نقابة أطباء سوريا والجمعية الطبية البحرينية والجمعية الطبية بالكويت في حضور مراقبين ممثلين لاتحاد المحامين العرب واتحاد المهندسين العرب ونقابتي المهندسين والمحامين بمصر ووزارة الصحة. وبعد التأكد من النصاب القانوني تم إقرار جدول الأعمال واتخذت القرارات الآتية: 1- عدم الاعتداد بالتعديلات التي تمت على اللوائح والأنظمة الأساسية للاتحاد بعد 2004. 2. عدم الاعتداد بانتخاب الدكتور أسامة رسلان أمينا لاتحاد الأطباء العرب في الخرطوم 2013 لما شابه الانتخاب من عدم مشروعية لعدم ترشيح نقابة مصر أو تفويضه للحضور أو للترشح ممثلا عنها، وده ثابت في محاضر مجلس نقابة أطباء مصر على مدى سنة، ومجلس نقابة أطباء مصر أصدر بيان بهذا الشأن وهو مرفق وموجود على كل المواقع وعلى موقع النقابة، وتم إرساله لكافة الدول العربية الشقيقة. تم اعتماد الأسماء الواردة من النقابات والهيئات الطبية العربية الحضور كترشيحات للأمناء المساعدين، وتقرر مخاطبة الدول المعتذرة التي لم تسمي مرشحيها لتسميتهم لاحقا. أربعة، تم انتخاب الأستاذ دكتور أسامة عبد الحي بالإجماع أمينا عاما لاتحاد الأطباء العرب بناء على ترشيح نقابة أطباء مصر له. 5، تم انتخاب الدكتور وريد الزجالي سلطنة عمان، الدكتور محمد علي الغوج ليبيا، الدكتور عبد القادر الحسن سوريا نوابا للأمين العام. جدير بالذكر أن الثلاثة الأساتذة الأطباء اللي أنا قلت أسمائهم دول نقباء نقاباتهم في دولهم، يعني الدكتور وليد نقاباتهم الرسمية الممثل لدولهم بالضبط، الدكتور وليد رئيس الجمعية الطبية العمانية، الدكتور محمد علي الغوج نقيب أطباء ليبيا، الدكتور عبد القادر الحسن نقيب أطباء سوريا. 6، تم انتخاب الدكتور عماد طراوية مرشح فلسطين أمينا للصندوق. 7، تم انتخاب الأستاذ الدكتور هاشم أبو حسان نقيب أطباء الأردن رئيسا للمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، وانتخاب الدكتور محمد سالم رئيس الجمعية القطرية نائبا لرئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب. 8، تم انتخاب الدكتور جمال ولد عباس الجزائر رئيسا فخريا لاتحاد الأطباء العرب لدوره التاريخي منذ تأسيس الاتحاد. وبخصوص وده الأهم، وبخصوص تفعيل الدور المهني لاتحاد الأطباء العرب ناقش الحضور: 1، طرق حماية وتحسين ظروف عمل الأطباء العرب العاملين في بلدان عربية شقيقة بخلاف بلدهم الأساسي. 2، مناقشة الاعتراف المتبادل بالشهادات العلمية الطبية بين مختلف البلدان العربية، واحنا عارفين انه في تفاوت شديد جدا بين الشهادات الطبية العربية، وده موضوع من اهم المواضيع التي يجب حسمها وتحسينها وحل كل المشاكل المتعلقة بها. 3، مناقشة ارساء
برامج تدريب قياسية معتمدة بين جميع الدول العربية. 4. مناقشة كيفية التعاون بين البورد العربي وكافة الشهادات الإكلينيكية والأكاديمية الطبية في البلدان العربية، وده أمر هام جدا يهم كل الأطباء العرب وخاصة الشباب منهم، لأنه توحيد الشهادات وتوحيد ورفع مستوى أي شهادات يشبه أي يعني عدم كفاية في مستواها. 5. وضع آليات لتبادل الخبرات بين مختلف البلدان العربية بخصوص واقع المنظومة الصحية كأساس لخطط تعاون بناء لتحسين المنظومة الصحية على مستوى الوطن العربي. 6. اتخاذ خطوات عملية للتعارف والتعاون بين الروابط والجمعيات الطبية للأطباء العرب المقيمين في بلدان أجنبية، واحنا عارفين انه في العديد من الأطباء العرب في أمريكا والدول الأوروبية نستطيع الاستفادة منهم لمصلحة الطبيب العربي والمواطن العربي. 7. إحياء لجنة الطوارئ الصحية على مستوى الوطن العربي. ولقد تدارس الأطباء العرب في اجتماعهم هذا ما يجري على أرض فلسطين الغالية بعد أن دمر الاحتلال قطاع غزة وقتل وشرد الآلاف من أبنائها وقتل الأطقم الطبية واستهدف سيارات الإسعاف. إنما يجري في القدس من ممارسات لتهويدها، فإن الاتحاد العام للأطباء العرب يدين هذه الممارسات الوحشية ويؤكد على موقفه الداعم للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، ويهيب بالإخوة الأطباء في النقابات والجمعيات والاتحادات والعمادات والهيئات الطبية العربية لدعم ومساندة الأطباء في الأراضي المحتلة الفلسطينية خاصة في القدس الشريف وقطاع غزة. إن المجتمعين وقد وفقهم الله في مسعاهم لإحياء الاتحاد العام للأطباء العرب لا يجدونها فرصة للتعبير عن امتنانهم وشكرهم وتقديرهم لنقابة أطباء مصر وعلى حفاوة الاستقبال وطيب اللقاء، ويشيدون بمصر الشقيقة الكبرى لكل العرب، ويدعون الله أن تبقى مصر قلعة راسخة عالية براية خفاقة متألقة. ويتوجه المجتمعون لكل الأشقاء الذين حالت الظروف دون مشاركتهم بالدعوة الخاصة الخالصة أن تزل الصعاب أمامهم كي يساهموا معنا بإعلاء صرح مهنة الطب في الوطن العربي، ومعا نحو مستقبل مزهر، ولنعلي مكانة الطبيب العربي ولنعيد القلق لمهنة الطب والرعاية اللائقة لصحة المواطن العربي، ولنمد يدنا جميعا معا نحو تكامل طبي في أقطارنا العربية. عاشت أمتنا العربية الخالدة، والله الموفق والله المستعان. نشكر حضراتكم.